السلام عليكم. هذه طريقة إعداد تمبلت أو قالب جاهز لأصناف يأخذها العميل بشكل متكرر، أو قائمة الأصناف المدخلة عند العميل، مجموعة صيدليات أو هايبر ماركت مثلا، لتسهيل عملية إدخال الطلبيات أو الكاستمر أوردر. لنرى الآن، ندخل إلى الكاستمر تمبلت، اسمها كاستمر أوردر تمبلت. ندخل على سيلز ثم اوردر، هنا اوردر وكاستمر اوردر تمبلت. لو ضغطنا عليها تفتح هذه الشاشة كاستمر اوردر تمبلت لعمل تمبلت جديد. نضغط على اي حقل من الحقول ثم على زائد او F5، فسينشئ لنا تمبلت جديد. نقوم بادخال وصف مثلا طلبيات التانو، ثم أقوم بالحفظ. هذا الاسم مأخوذ سابقا، سأعدله 2 مثلا، أحفظ. إذن تمبلت اي دي رقمها 13، أعطاها السيستم رقم 13، طلبيات الدعم 2. الآن أقوم بإدخال الأصناف هنا. فمثلا أضغط على زر الزائد هنا، ثم اختار السايت مثلا بي ام تي، او من القائمة اختار اي فرع من الفروع بي ام تي مثلا، ثم سيلز بارت نمبر رقم الصنف اختاره من القائمة، مثلا صابونات هذا الصنف، سيظهر الوصف. ستاندرد كوانتيتي، يمكن هنا اذا كانت طلبيات مكررة باعداد معينة يمكن ادخالها هنا، او الافضل ادخال رقم 0. سنلاحظ سابقا لاحقا كيف يتم استخدامه. ونقوم بالحفظ، وهكذا نقوم بإدخال عدة أصناف، الأصناف التي يأخذها العميل مثلا BC001 ثم 0، ثم أقوم بإدخال أصناف أخرى. لنكتفي الآن 3 أصناف. لنفترض أن القائمة طويلة 20-30 صنف، يمكنك إدخال حتى كامل الأصناف الموجودة في الشركة. وحفظ. إذا التمبلت الآن عددنا كاستمر تمبلت رقمها 13، اسمها طلبيات الداونلود 2. الآن نلاحظ كيف يتم استخدامها في الأوردر. ندخل على الأوردر أو كاستمر أوردر، كما تعلمون سيلز كاستمر أوردر، هذه إدخال طلبية أو كاستمر أوردر. نقوم بالضغط على جديد، كاستمر رقمه 1118، أو يمكن البحث عنه. نتجاهل هذا الخطأ. Order Type Normal Currency العملة SR. هذه الإعدادات ستظهر تلقائيا لاحقا في النسخة النهائية من البرنامج. Delivery Address، هنا نختار العنوان التسليم مثلا دانوب فيصلية. الآن أقوم بالحفظ. سيظهر بعض الأخطاء. إذن هنا اخترت عميل آخر بسبب عدم وجود إعدادات للدانوب. اخترت عميل النهدي كما رأيتم سابقا في الكاستمر أوردر، وقمت بالحفظ. الآن لإدخال الطلبيات من خلال القالب أو التمبلت، أقوم بالنقر بالزر اليمين على الهيدر هنا، وأنقر على كاستمر أوردر تمبلت. ستظهر لي هذه الشاشة التي تمكنني من نسخ الأوردرات بعدة طرق، أولها هي التمبلت أو القالب، كما يمكن النسخ هنا من الأوردر السابق، من أوردر معين طلبية سابقة، أو من فترة معينة، أو أوردر نمبر. فلأختار هنا ديفولت ديفاين تمبلت، أنقر على الاي دي وليست، أختار مثلا اللي هي طلبيات الدانوب 13، ونقوم بالنقر على بوبيوليت، فستظهر الأصناف الموجودة في هذا القالب. هنا الفائدة من وجود صفر أنه عندما أدخل هنا، لاحظ هنا 3 أصناف، عندما أدخل كمية هنا مثلا 12، والصنف الثاني BC01 لم يطلبه العميل، طلب الصنف الثالث مثلا 24 حبة. الآن عندما أضغط على أوكي،
ألاحظ أنه تم إضافة صنفين فقط، وهما الذي طلب منهم العميل 12 و24، أما الصنف الثالث صفر فلم يضيفه إلى الأوردر. والآن أكمل مراحل كاستمر أوردر كما رأيتم سابقا، من حيث الريليز والريزيرف والدليفري وغيرها. وشكرا جزيلا لكم.